بداية من النهاردة بمباريات ممتعة، وده اللي هياخدنا لتصريح وتعليق على لسان جوارديولا، واللي اتكلم على محمد صلاح وقال عنه استثنائي وبيشكل تهديد قوي على السيتي. تفاصيل التصريح: ان حذر الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي فريقه من خطورة النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على مرمى فريقه في مباراة الدرع الخيرية النهاردة هتكون الساعة 6، بيشير الى انه لاعب استثنائي. وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي للمباراة: أنا لا أقول شيء جديد عن خطورة صلاح، لأن احنا كلنا عارفين ده هو استثنائي وبيشكل تهديد لا يصدق. قال كمان أنه هو بيحس بثقة أكبر في أنه هو يقدر يتخطى الموسم ده بشكل إيجابي، وهو عنده لعيبة عندهم كمان تعطش لمزيد من الألقاب وهم بيحبوا إحساس الفوز. وأضاف جوارديولا أن الهدف هو لعب كرة القدم بشكل جيد، وبنأمل أن يكون في نجاح خصوصا في كل بطولة، دايما ما بيكون في منافسين صعبين جدا، وده اللي بيخلي الشكل اللي بنظهر بيه خلال السنين اللي فاتت يخلي الواحد يشعر بالفخر الكبير بفريقه اللي قدر يحافظ على النتائج الايجابيه. وكمل كلامه وقال جوارديولا: هنحاول الفوز باللقب الاول، لانه هيكون شرف كبير اني اكون موجود هنا، ونجاح كبير اني اكون كمان بشارك في هذا اللقاء، واحنا عارفين المنافس بتاعنا النهارده، وهيتحدد مدى جوده لحظاتنا بعد 3 أسابيع من التحضير للموسم الجديد. كنا بنتابع طبعا لقطات كتيره من معسكرات الانديه الاوروبيه، واللي بيظهروا لنا من خلال السوشيال ميديا هم بيركبوا عجل، نازلين يلعبوا سباحه، الحاجات دي، ولكن اكيد بقى خلف الكواليس دي في مشاهد لتدريبات وخطط ويعني تاكتكس كتيره جدا بيعملها المدربين المتالقين في الدوريات الاوروبيه، عشان باذن الله وكالعاده المتعه تعود مره ثانيه، والمباريات القويه في الدوريات الاوروبيه تكون بتبدا بدايه كده في الايام القليله القادمه.